صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الوضوء عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الوضوء، وبوب له بقوله: باب ما يقول عند الخلاء. والخلاء هو المكان المعد لقضاء الحاجة، سمي بالخلاء لأنه في الأصل مكان خالي، يعني لا يدخله الإنسان إلا لقضاء حاجته. وهنا يبين أنس رضي الله تعالى عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا دخل إلى الخلاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. شو يعني الخبث والخبائث؟ في رواية يقال الخبث والخبائث، ففرق بين الخبث والخبائث بالضم. الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين يعني من الجن. فلذلك الإنسان يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين حتى لا يكون هناك ضرر على الإنسان إذا دخل الخلاء. وقيل الخبث بالسكون، يعني اللهم إني أعوذ بك من الشر والخبائث ومن أهل الشر. وهذه أعم، يعني هذه تشمل الشياطين وغير الشياطين. فلذلك ورد في الروايتين عن النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، يعني من الشياطين، والخبائث يعني إناث الشياطين، أو من الخبث بالسكون يعني من الشر والخبائث وأهل الشر. هذه من السنن التي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة إذا دخل الإنسان الخلاء، قال: إذا دخل الخلاء، يعني قبل أن يدخل الخلاء، يعني مش لما بيدخل في الداخل عند الباب، حينما يريد أن يدخل إلى الخلاء إلى قضاء الحاجة، فإن الإنسان يقرأ هذا الدعاء. في رواية يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم يدخل. طب لو الإنسان دخل ونسي أن يذكر هذا الذكر ماذا يفعل؟ قال: داخل الخلاء لا يجوز له أن يذكر الله عز وجل، ما بيذكر الله. يقولها، يعني يضمرها في عقله أو يقولها في ضميره، يعني بيقولها دون أن يتلفظ بها. داخل الخلاء لا يذكر الله سبحانه وتعالى، فهو المكان الوحيد الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر فيه اسم الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه هذا المكان هو مكان للنجاسات، وهنا الشياطين والجن يعني تأتي إلى هذا المكان. فلذلك الإنسان يستعيذ بالله عز وجل حين قبل أن يدخل إلى هذا المكان، حتى لا يصاب بأذى أو لا يصاب بنجاسة أو لا يصاب بما قد يصيبه الجن أو يصيبه الشر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من الخلاء بعد الخروج يقول: غفرانك، يستغفر الله عز وجل. ليش قال يقول غفرانك؟ لأنه بقي هذه الفترة في الخلاء دون أن يذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل حال، كما ورد عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، إلا في هذا الموضع فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم فيه. فإذا خرج الإنسان يستغفر الله عز وجل لما قضاه من الوقت دون ذكر الله عز وجل، أو يقول غفرانك لأن الله سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه وجعله يخرج هذه الفضلات، وأن الإنسان مهما شكر الله سبحانه وتعالى فلن يستطيع أن يشكره على هذه النعم، فيقول غفرانك يا رب أني لم أستطع أن أشكرك على هذه النعمة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.